شكرا أخي عيسى. وصل البيان إذن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فاستجابة لقول الحق تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ونظرا لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شوال 1441 يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 الموافق 22 ماي 2020 في أي نقطة من أرض القطر الجزائري المفدى، فإن اللجنة الوطنية لرصد الأهلة المجتمعة بمقر دار الإمام المحمدية مساء يوم الجمعة 29 من شهر رمضان 1441 الموافق 22 من شهر ماي 2020 تعلن عن إتمام عدة شهر رمضان 30 يوما، وأن يوم عيد الفطر أول شوال 1441 سيكون بإذن الله يوم الأحد 24 ماي 2020. وبهذه المناسبة المباركة نهنئ الشعب الجزائري خاصة والأمة الإسلامية عامة بمقدم هذا اليوم المبارك، سائلين المولى الكريم أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعتق رقابنا من النار، ونظرا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.